أسئلة امتحانات الإدارات. 1، دولة تعرضت لخطر الجفاف. طبعا الدولة رقم 1 هنا يا شباب وهي دولة الصومال. 2، البحر، هنبص على المؤشر، البحر اللي هنا وهو البحر المتوسط. 3، المحيط، طبعا المحيط اللي موجود في الحتة دي هو المحيط الأطلنطي. السؤال الثاني، اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات التالية: تناقص قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج، ده اسمه التصحر. 2، نقص كمية الأمطار بما لا يسمح بالزراعة ونمو الحشائش، طبعا ده اسمه الجفاف. 3، تناقص إنتاج الأراضي الزراعية وتدهورها، طبعا ده اسمه التصحر. السؤال اللي بعده، يعاني نحو نقط مساحة الوطن العربي من مشكلة التصحر، ثلث ولا ربع ولا نصف ولا ثلثي؟ الإجابة ثلثي. 2، توجد مدينة نيوم الخضراء في دولة مصر، الجزائر، المغرب، السعودية؟ الإجابة السعودية. 3، تناقص قدرة الأرض الزراعية على الإنتاج، تشير هذه العبارة إلى مصطلح الجفاف، التصحر، نضرة المياه، التلوث؟ الإجابة هتكون التصحر. 4، دولة عانت من أكبر موجة جفاف في وطننا العربي، هي السودان، الصومال، الجزائر، مصر؟ الإجابة هتكون الصومال. يعاني ثلثا مساحة الوطن العربي من مشكلة الجفاف، التصحر، نضرة المياه العذبة، نقص المراعي؟ الإجابة هتكون التصحر. السؤال الرابع، أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة: تناقص قدرة الأرض الزراعية على الإنتاج يشير إلى ظهور مشكلة، طبعا مشكلة التصحر. تناقص مخزون المياه الجوفية أدى إلى حدوث، طبعا حدوث التصحر. نقص كمية الأمطار بما لا يسمح للزراعة ونمو الحشائش يسمى الجفاف. السؤال اللي بعده، السؤال الخامس، أجب عما يلي: ما النتائج المترتبة على مشكلة التصحر في وطننا العربي؟ طبعا ترتب على ذلك أن ثلثي مساحة الوطن العربي يعاني من التصحر، وأدى ذلك إلى تناقص قدرة الأراضي على الإنتاج ووجود مشكلة في الغذاء. دلل على صحة العبارة التالية: تتعدد المشكلات البيئية في الوطن العربي. طبعا عندنا تعاني من مشكلات تؤثر على البيئة مثل الجفاف والتصحر ونقص المياه العذبة. ما المقصود بالجفاف؟ طبعا الجفاف نقص كمية الأمطار في بعض السنوات بما لا يسمح بالزراعة أو نمو الحشائش. السؤال